السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. هذه المحاضرة 31 التاسعة في ضوابط التحرير، وقطعنا فيها شوطا لا بأس به، أصبحنا تقريبا منتصف الطريق، ولا بد أن تضع في أذهانكم يا إخوة أن ولعل البعض قد بدأت تتوضح هذه الصورة شيئا فشيئا، حيث أن عملية إنزال أحكام الكفر على الواقع ليست مسألة فقط تتعلق بجانب العقيدة، ليست مسألة تتعلق فقط بالجانب العقائدي، إنما أيضا تتعلق بالجانب الفقهي القضائي. هذا الأمر يجعل لدى الإنسان نوع من المرونة، ويحمي الإنسان حقيقة من الوقوع في أوحال الظلم والتشدد أو الوقوع في أوحال الرجاء والتفرقة. وقلنا أن هذه القاعدة كما تعرفون في أحكام الدنيا التي تجري على الظاهر، شرحنا هذه القضية، يحكم على معين بالكفر بقول أو فعل مكفر إذا ثبت عليه ثبوتا شرعيا وتحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. إذا وصلنا إلى وانتفت عنه الموانع، تكلمنا عن تحققت فيه الشروط، قلنا شروط التكليف ونقصد بها العقل والبلوغ، وندرس فيها الموانع السماوية، الموانع السماوية التي تعارض شرطي العقل والتكليف، العقل والبلوغ. ذكرنا مثلا من الموانع السماوية التي تتعلق بشرط العقل، قلنا مثلا من الموانع مانع النوم، مانع النسيان، مانع الجنون، العته، الإغلاق، وأيضا السكر، يلحق السكر على القول الصحيح فيما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. وأما ما يتعلق بالبلوغ فقد ذكرنا مانع اسمه مانع الصغر، ثم بعد ذلك درسنا القسم الثاني تنتفي عنه الموانع. قلنا المقصود هنا بالموانع أي موانع؟ الموانع المكتسبة، الجهل المعجز، تأويل المعتبر، خطأ بالقصد، والإكراه الملجئ. وقلنا ندرس في هذه الموانع المكتسبة شرطين، هذان الشرطان هما العلم والإرادة والاختيار. وصلنا إلى المانع الأول، قلنا المانع الأول شو هو؟ المانع الأول هو الجهل المعجز. طبعا في بداية الأمر يا إخوة تكلمنا عن معنى الجهل، قلنا أن الجهل لغة واصطلاحا هو عدم العلم، نقسم إلى قسمين، جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء، أما الجهل المركب هو العلم بالشيء خلاف ما هو عليه في الواقع. ونحن هنا عندما نتكلم عن الجهل المعجز نتكلم عن أي نوع من أنواع الجهل؟ عن الجهل البسيط، لا نتكلم عن الجهل المعجز. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفقرة التي بعدها، كيف ورد الجهل في القرآن الكريم؟ قلنا ورد الجهل في القرآن الكريم بمعنى مخالفة الحق عمدا، لذلك كل من عصى الله فهو جاهل في القرآن الكريم. أما الجهل بمعنى الجهل البسيط عدم العلم فأتى في القرآن الكريم بمرادفات أخرى، مثل قوله تعالى لا يعلمون، قوله تعالى هم غافلون. المسألة الثالثة التي درسناها قلنا ما هي حجة الله على العباد؟ ما هي حجة الله على العباد؟ قلنا هناك مذاهب تذهب المعتزلة والخوارج، فهؤلاء يقولون بأن الحجة على العباد تقوم بالعقل والميثاق والفطرة، ولذلك الناس عليهم أن يستدلوا على الحق ويستدلوا على التوحيد بإيش؟ بعقولهم، يستدلوا على التوحيد بعقولهم حتى لو لم تأتيهم الحجة الرسالة، ولذلك يولد الشخص عنده مفطورا على الإسلام ومفطورا على التوحيد، ولذلك هم لا يعلمون بالجهل، بناء على أن الإنسان يولد وتولد معه حجته. أما أهل السنة والجماعة يا إخوة فقالوا بأن الحجة لا تقوم إلا بأربعة أمور: الميثاق، حجة الميثاق وحجة الفطرة والآيات الكونية، وأيضا الحجة الرسالية. وقلنا أن العلاقة بين هذه الحجج هي أشبه بالعلاقة ما بين جهاز الإرسال وبين جهاز الاستقبال، حيث أن العقل والفطرة تمثل جهاز الاستقبال لدى الإنسان في الاستعداد لتلقي الحجة الرسالية، والحجة الرسالية بمثابة جهاز الإرسال. وعندما يحصل التفاعل ما بين جهاز الاستقبال وجهاز الإرسال يصبح الشخص مكلفا وتقام عليه الحجة. ولذلك قلنا بما أن الحجة تقوم بهذه الأمور الأربعة، لذلك نشأ لدينا ما يسمى بأهل الفترة. أهل الفترة هم أناس لم تقم عليهم الحجة، أناس أهل الفترة من الفتور وهي الانقطاع، انقطعت عنهم الحجة. لماذا انقطعت عنهم الحجة؟ إذا لدينا جهاز إرسال، لدينا جهاز استقبال،
وبالتالي الحجة يا أخوة، لذلك قلنا بأن الفترة أهل الفترة ومصطلح الفترة إما لم يصلهم الإرسال، وإما هناك خلل في الاستقبال، ولذلك لا تقوم عليه الحجة. ولذلك قلنا أن الفترة تقسم إلى قسمين، فترة محضة وفترة حالية. طبعا الفترة المحضة أيضا تشمل أنواع، تشمل أنواع الأصم، المعتوه، الصبي، الصغير. الإشكالية وين هو؟ في جهاز الاستقبال، صح؟ الذين تصلهم دعوة الرسل، أي وين صفت؟ عدم وصول الإرسال إليه، عدم وصول الإرسال إليه. قلنا طبعا هذه لا إشكال أنه موجود، أيضا المعتوه موجود، الصبي الصغير أيضا موجود. قلنا الصحيح بهذه الأقوال أنه إيش؟ أنهم ممتحنون، أن أهل الفترة المحضة ممتحنون كما جاء في الحديث الصحيح، توقد لهم نار ثم بعد ذلك يؤمرون باقتحامها، فمن اقتحمها كانت عليه كفرا وسلاما، ومن لم يقتحمها فهو يدخل نار جهنم. لماذا؟ لأنه عصى أمر الله سبحانه وتعالى، حيث أن الله أقام عليه الحجة وحاسبه على إيه؟ على فعله، لأن الله لا يحاسب العباد يا إخوة على مجرد علمه فيه. لو أنه رب العالمين الذي يحاسب الناس على مجرد العلم فيه لكان من البداية لا في لا دنيا ولا هم يحزنون، السريعية إما على الجنة وإما على النار، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب الناس إلا على ما يظهر من أعماله. هؤلاء بما أنهم لم يعملوا لا خير ولا شر، لذلك إيش؟ يمتحنون، يوقد لهم النار. اللي يدخلها معناته هذا إيش؟ ملتزم بأمر الله سبحانه وتعالى، لذلك يدخل الجنة وتكون عليه هذه النار بردا وسلاما. الذي لا يدخل هذه النار، هذا لو أنه كان لديه عقل مثلا أو جاءه الرسول كان إيش؟ كان أعرض عن هذا الرسول، ولذلك الصحيح أنهم إيش؟ أنهم من أهل الامتحان. طبعاً الذين لم تصلهم دعوة الرسول قلنا اختلف العلماء فيهم، بعضهم أنكرهم واستدل بقوله تعالى وإن أمتي إلا خلا فيها نذير، والقول الصحيح أنهم موجودون، وأن هذه الآية لا تعارض، لأن المقصود من أمة، وهذا يعني أهل الفترة المحضة قد يكونون أفراد، وقد يكون مثلاً بعض الأجيال في الأمة. أما الجيل الأصلي أو أول جيل في الأمة فإن هذا لا بد أن يكون قد جاءته الحجة الرسالة. والفترة العادية قلنا شو معنى الفترة العادية؟ قلنا هؤلاء أهل الفترة العادية مثل المشركين، مشركين العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء قامت عليهم الحجة في أصل التوحيد وأصل الرسالة، ولكن لم تقم عليهم الحجة في تفاصيل الرسالة. فأهل الفترة العادية إذا حققوا أصل التوحيد إذا حققوا أصل التوحيد فإنه يعفى عنهم جهلهم بالتفاصيل، أما إذا لم يحققوا أصل التوحيد فهم محاسبون. لذلك جاء في بعض الأحاديث أن أهل مثلا مشركي العرب قسم منهم يدخلون النار، ليش؟ لأنه قامت عليهم الحجة في أصل التوحيد وكانوا مشركين، إذا هم لا يعذبون. أما في التفاصيل مثل الأحلاف، زيد بن عمرو بن نفيل، ورقة بن نوفل، قس بن ساعدة، غير هؤلاء من الناس اللي كانوا أهل فترة عادية، فهؤلاء جهلوا التفاصيل لكن حققوا أصل التوحيد فهم يعتبرون من الناجين. بل جاء في بعض الأحاديث أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث أمة لوحده، وهذا حديث صحيح. هذا بالنسبة لموضوع إيش؟ لأهل الفترة. إذا الخلاصة اللي إحنا برزنا فيها، الخلاصة اللي إحنا يعني النتيجة أن الواحد يقول لي أخي لماذا نحن ندرس هذه المسألة في موضوعنا اللي هو إيش؟ موضوع الجهل المعجز. ما هو الدافع؟ الدافع نقول بما أن يا إخوة الحجة الرسالية تكون عبر إرسال وعبر استقبال ومناط التكليف هو وصول الحجة الرسالية، وهذه الحجة الرسالية يا إخوة على العباد قد تذهب وقد تأتي، وليست أمر قدر لازم محتوم، وإنما هي أمر شرعي قد يذهب وقد يأتي. إذن الخلاصة من كل هذه الأمور أن أحكام الله سبحانه وتعالى تقبل العذر، تقبل العذر، لذلك من تصله الحجة الرسالية وهو من أهل الاستقبال ومن أهل العقل فإنه إيش؟ يكون مكلفا. الذي لا تصله الحجة فإن هذا يعتبر من أصحاب الفترة وهو من أهل الامتحان. ولذلك هذا هو المبدأ الرئيسي يا أخوة الذي نحن نستند عليه في اعتبار أن العلم، أن العلم هو شرط من شروط التكليف، أن العلم هو شرط من شروط التكليف، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الجاهل،
لا يعاقب الجاهل، وإنما يعاقب العالم، العالم بهذا الحكم، كما قال سبحانه وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، أي أهلها جاهلون. ويقول سبحانه وتعالى: لأنذركم به ومن بلغ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن أحكام الله سبحانه وتعالى تقبل هذا العذر. الآن نكمل يا أخو معكم ندرس مسألة مهمة، وهي مسألة التحسين والتقبيح العقل. طبعا هذه تتمة كان الأولى بنا أن ندرسها، ونحن نتكلم عن حجة المعتزلة. المعتزلة قالوا بأن العقل، يحسن ويقبح، ولذلك هذه المدرسة، هذه المسألة تدرسونها كثيرا، لذلك لا بأس أن نذكرها لكم الآن قبل أن نذكر ضوابط العذر بالجهل. طبعا يا أخو التحسين والتقبيح، هذه المسألة مسألة التحسين والتقبيح يعني فيها ثلاث مذاهب، المذهب الأول مذهب المعتزلة، وقالوا بما يسمى التحسين والتقبيح العقل. نعم، المعتزلة والخوارج. أحسنت، المعتزلة والخوارج قالوا بأن العقل هو الذي يحسن ويقبح، ورتبوا على هذا الأمر الثواب والعقاب. قالوا العقل يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها، وبما أنه يدرك حسن الأشياء ويدرك قبحها يترتب على ذلك إيش؟ الثواب والعقاب. فما رآه العقل حسنا ففعله الإنسان فهو مثاب، وما رآه العقل قبيحا ثم فعله الإنسان فهو إيش؟ فهو آثم موضوع. هذا بالنسبة للمذهب الأول، تحسين وتقبيح العقل. أما مذهب الأشاعرة على العكس، الأشاعرة قالوا بالتحسين والتقبيح الشر، قالوا أن العقل لا يدرك حسن الأشياء وقبحها، وإنما هذا لا يدرك إلا بالشرع، فالشرع هو الذي يدرك حسن الأشياء وقبحها، فقبل ورود الشرع لا نستطيع أن نقول أن هذا حسن وأن هذا قبيح، فالشرك شرك لما جاء النص بوصفه شركا، والكذب كذب لأنه جاء الشرك جاء الوصف وجاء الشرع الوصف بوصفه قبيحا. ولذلك قالوا إذا رب العالمين، لأن هذا الكلام قال إذا رب العالمين أمرنا بالشرك إحنا لازم نمتثل لهذا الأمر، ويكون الشرك حينها يصبح إيش؟ يصبح الشرك حسنا. ولذلك هم لا يقولون بتعليل الأحكام، ما في عندهم شيء اسمه تعليل الأحكام، وإنما لديهم نوع من الجبرية، نوع من الجبر، حيث لا يدركون للأشياء حسن أو قبح. أما مذهب أهل السنة والجماعة، فهو وسط، فقالوا بأن العقل، يا إخوة يدرك، قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، لم ينكروا التحسين والتقبيح العقل، ولكن لا ثواب وعقاب إلا بشرع. لذلك هم جمعوا ما بين مذهب المعتزلة ومذهب الأشاعرة، هنا قالوا بالتحسين والتقبيح العقل مطلقا، وهنا قالوا بالشرع مطلقا. أما أهل السنة فقالوا بأن العقل قد يدرك حسن الأشياء وقبحها، ولذلك التوحيد حسن حتى قبل أن يرد به النص، والصدق حسن حتى قبل أن يأتي به النص، والعدل والإحسان حتى قبل أن يأتي به النص، والعقول الراجحة لابد أن تدرك حسن ما تأتي به الشرائع. ولذلك استدلوا بقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. فقالوا العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى أمر الله بها لأنها حسنة، فهي حسنة قبل أن يأتي بها النص، كما أن الفحشاء والمنكر هي قبيحة حتى قبل أن يأتي بها النص، ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقالوا أيضا أن التحسين والتقبيح العقلي هذا ليس بكثير من التفاصيل، وإنما للأمور الكلية، مثلا الكليات، كليات الأشياء، لأن مثلا أحيانا بعض الأمور التفصيلية قد يظن الإنسان أنها حسنة وهي في الحقيقة إيش؟ وهي في الحقيقة قبيحة. ولذلك العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها من الناحية الإجمالية،
أما من الناحية التفصيلية فإن هذا أمر موصول إلى الشرع المطهر. بالنسبة لهذه المسألة يعني أنا أدرس كثيرا وأيضا أدرس في علم أصول الفقه في فقرة من هو الحاكم؟ من هو الحاكم؟ فالمعتزلة والخوارج يقولون بأن الحاكم هو العقل، وأما أهل السنة والجماعة فيقولون بأن الحاكم هو الشرع. هذه دائما تدرس في علم أصول الفقه، هذه نفس هذه المسألة اللي هي مسألة التحسين والتقبيع العقل. لذلك أهل السنة وقفوا موقفا وسطا ما بين موقف المعتزلة الذين أعطوا العقل سلطة مطلقة، وما بين الأشاعرة الذين عطلوا دور العقل، قالوا بأن العقل يدرك، قد يدرك مثل الأشياء القبحة وخاصة بالنسبة للأمور الكلية الإجمالية، ولكن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد ورود الشرع. أما الآن يا أخوة، إحنا طلعنا بالقاعدة وقلنا بأن أحكام الله سبحانه وتعالى تقبل العذر، وبأن هناك من حيث المبدأ يوجد لدينا شيء اسمه العذر بالجهل، ويوجد أيضا شرط من شروط التكليف هو إيش؟ هو العلم. لكن لابد أن نعرف ما هي ضوابط هذا السؤال، ما هي ضوابط العذر بالجهل؟ العذر بالجهل ليس على الإطلاق، وإنما هناك ضوابط له. من خلال كلام أهل العلم نستطيع أن نقول بأن العذر بالجهل له ضابطان، له ضابطان رئيسيان. أول مسألة إحنا نقول لا عذر بالجهل في أصل. اثنين، لا عذر إلا بالجهل المورس. فضابطين العذر بالجهل، الضابط الأول إنه لا عذر بالجهل في أصل الدين، والضابط الثاني لا عذر إلا بالجهل المعجز. نبدأ بالضابط الأول إنه لا عذر بالجهل في أصل الدين. وإيش نقصد بهذا الكلام؟ إذا لا عذر، واحد، لا عذر بالجهل في أصل الدين. قبل أن أكلمكم عن هذه الفقرة لابد أن تفهموا يا إخوة مراتب الدين. ما هي مراتب الدين؟ وهذه قضية حساسة جدا، أغلب الناس اليوم حقيقة حتى من المشايخ ومن من يدعي العلم لا يفهم ولا يعرف مراتب الدين والفوارق بين مراتب الدين. ليش؟ لأن هذه مسألة حساسة. عندما يفهم الإنسان مراتب الدين ويفهم منزلة كل مرتبة من هذه المراتب يسهل عليه فهم مسألة العذر في الجهل. أما عندما يخلط بين هذه المراتب فيبدأ حينها الإشكال الكبير. لذلك مراتب الدين أربع مراتب. المرتبة الأولى هي أصل الدين. المرتبة الثانية هي أصول الدين. المرتبة الثالثة الأصول الخاصة. المرتبة الرابعة الفروع. أما بالنسبة يا إخوة لأصل المرتبة الأولى هي أصل الدين. دائما الدين بشكل عام المراتب الدين هي أربعة، لكن المراتب الثلاثة الأولى نطلق عليها اسم الأصول، نطلق عليها اسم الأصول. المرتبة الرابعة نطلق عليها اسم الفروع. لكن هذه الأصول ليست على مرتبة واحدة، هذه الأصول على ثلاث مراتب، وإن كان كلها يجمعها اسم الأصول. كلمة الأصول مأخوذة دائما الأصل، أصل الشيء هو ما يبنى عليه غيره. الأصل دائما هون الجو مخنوق يا شباب صراحة، حاولوا شوي الهواء وما أعرف يعني صاروا له فترة الجو هون مظلوم. الأصل في الشرع وفي اللغة هو ما يبنى عليه غيره، ما يبنى عليه غيره. أما الفرع فهو ما يبنى على غيره، الفرع هو الذي يبنى على غيره، أما الأصل ما يبنى عليه غيره. لذلك نقول أصل البناء يعني القواعد الأساسية التي يبنى عليها البناء. فأول مرتبة لذلك نقول أصول الدين يعني التي يبنى عليها الدين، أصول الدين هي التي يبنى عليها الدين، أما فروع الدين هي التي تنبني على هذه الأصول.
مثل ما إذا شبهنا الدين الإسلامي، شبهنا الدين الإسلامي ببناء، شبهنا الدين الإسلامي ببناء، فإن الأساسات نسميها إيش؟ نسميها أصل الدين، والأعمدة نسميها إيش؟ أفول، والبلوكات اللي فيها نسميها إيش؟ نسميها فروع. إذا يعني حتى من باب إيش؟ من باب التشبيه. فنبلش أول شيء كلمة أصل الدين. أصل الدين يا أخوة يسميها العلماء أيضا أصل الأفول. أصل الأفول كلها. وهو وأصل الدين هو الشهادة. أصل الدين هي الشهادة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أصل الدين هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الأصل يقوم على أصلين. الأصل الأول لا إله إلا الله، يعني أن لا يعبد إلا الله. وذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية الدين يبنى على أصلين. الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وهذا مأخوذ من قوله من لا إله إلا الله، وأن لا يعبد إلا بلا شرع، وهذا معنى محمد رسول الله. وذلك كان أصل الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله. ليش إحنا سمينا أصل الدين؟ لأن الإنسان لا يكون مسلم ولا ينطبق عليه اسم الإسلام إلا إيش؟ أن يأتي بهذا الأصل لا إله إلا الله محمد رسول الله. الإنسان كافر، إنسان نصراني، إنسان يهودي، أراد أن يدخل الإسلام، كيف يدخل هذا الإسلام؟ هل يدخل بالصلاة؟ هل يدخل بالصيام؟ هل يدخل بالحج؟ لا يمكن أن يدخل إلى الإسلام إلا عبر جواز سفر. ما هو جواز السفر لهذا الدخول؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك هذا الأصل إيش ميزات؟ إله ميزات، إله ميزات هذا الأصل. هذا الأصل يا إخوة أنه ثابت في جميع مراحل التشريع، واحد ثابت في جميع مراحل التشريع. فمنذ اللحظة الأولى لولادة الإسلام فإنه مأمورين بإيش؟ مأمورين بأصل الدين، وإلى اللحظة الأخيرة مأمور الإنسان بأصل الدين. هذا واحد. اثنين، هذا الأصل لا ينسخ، غير قابل للنسخ وغير قابل للتغيير. الأمر الثالث هو ثابت بين جميع الأنبياء. جميع الأنبياء يا أخوة من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعوا إلى أصل الدين، دعوا إلى توحيد الله وإلى طاعة الرسول، إلى الرسول الذي في ذلك العصر، أن اتقوا الله وأطيعوه، اعبدوا الله وأطيعوه، يعني عبادة الله وعدم عبادة غيره. اثنين، طاعة ذلك الرسول الذي هو مرسل في عصرنا. نحن الآن أصل الدين في عصرنا الآن ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يعني الدين هنا إيه؟ بمعنى أصل الدين. فجميع هؤلاء الأنبياء يا إخوة جاءوا بهذا الأمر. دائما الله سبحانه وتعالى أمر هذا الأمر، تأتي إلى آدم أمره بالإسلام، إلى نوح أمره بالإسلام، جميع الأنبياء موسى وعيسى كلهم أمروا بالإسلام. لذلك جاء في الحديث أن الأنبياء إخوان لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى. دينهم يعني أصل دينهم اللي هو إفراد الله بالعبادة وأن لا يعبد إلا بما شرع، لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الأصل لا يتغير ولا يتبدل ولا ينسخ، وثابت في جميع الرسائل، جميع الرسالات من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا إيش نسميه العلماء؟ يسمونه أصل الدين، أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، لا إله إلا الله. طبعا نجي إحنا شوي نفصل لكم فيها. هذا الأصل لا إله إلا الله يتألف من نفي، من نفي وإثبات.
النفي لا إله، يعني أصل الدين مو فقط نفي، وأصل الدين ليس فقط إثبات، وإنما هو يتألف من نفي ومن إثبات. نفي الألوهية، نفي الألوهية عن جميع المعبودات، وإثبات الألوهية لإله واحد هو رب العالمين. إثبات العبادة، العبادة لله لابد أيضا لها معنى إجمالي. هنا المقصود بأصل الدين هو المعنى إيه؟ الإجمال. تذكرون الآن بدأنا نستفيد من المباحث التي نحن درسناها معه. تذكرون عندما درسنا العبادة قلنا للعبادة إيش؟ أصل. ما هو أصل العبادة؟ قلنا هناك عبادة بالمعنى العام وهناك عبادة بالمعنى الخاص. العبادة بالمعنى العام لها أصل ولها صفة، وهذه لها أصل ولها صفة. العبادة بالمعنى العام أصلها هو الطاعة، والأصل الخاص التقديس والتنسك والتعظيم والمحبة والخوف والرجاء، هذه كلها تدخل وين؟ بأصل العبادة. ولذلك يا إخوة، يعني نفي العبادة عن جميع المعبودات وإثبات هذه العبادة لله سبحانه وتعالى بالمعنى العام، بالمعنى العام. هذا الأصل نرجع نفصل فيه معليش لأنه مهم جدا. هذا الأصل هو الذي قصده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لما عرف الإسلام. شو قال؟ قال الإسلام أي، وقال وفي يعني في أحد كتبه قال أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام، أصل دين الإسلام هو الإسلام العام. أيضا تذكرون أننا صرنا نفهم الآن لما فارقنا لكم ما بين الإسلام والإيمان، وقلنا الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. الإسلام أصل دين الإسلام هو الاستسلام العام، بمعنى الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك والعلم. ولذلك الاستسلام لله بالتوحيد هنا عبادة الله، الانقياد له بالطاعة أن لا يعبد إلا لما شرع، البراءة من الشرك وأهله هي إيش؟ النفي. هاي كلها معنى إيش؟ معنى أصل الدين، كل هذا بمعنى أصل الدين. إذا أصل الدين هو أصل ثابت عند جميع الأنبياء وعند جميع الرسل، ولا يتغير ولا يتبدل مهما تغيرت الشرائع ولا ينسخ، وهو ثابت في جميع العصور. إذا أن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع، هذا يسمونه العلماء أصل الدين. أصل الدين هذا واحد. اثنين، في عندنا شيء يسمونه أصول الدين. أصول الدين المعلومة جيم بوسيه، المعلومة من الدين بالضرورة. إذا أصول الدين المعلومة من الدين بالضرورة غير أصل الدين. الأصل الدين هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكن المعلوم من الدين بالضرورة أوسع من أصل الدين. هي تشمل أصل الدين تشمل غيره. فالإنسان بعد ما يسلم لا يأخذ، هل هو يطالب فورا بالصلاة وبالزكاة وباجتناب الخمر والربا؟ لا. أول ما يدخل الإسلام ماذا يطالب؟ يطالب بأدائه لأصل الدين. بعد ذلك يعطى مهلاً لكي يتعلم هذه المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، مثل ما تعرفون حديث معاذ بن جبل إنك تقدم أهل الكتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية أن يوحد الله، في رواية أن يعبد الله. إذا دعاهم أول شيء لإيه؟ لأصل الدين. فإنهم أجابوك فأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى قد أمرهم بخمس صلوات. إذا بعدين تجي الصلاة، لما إجى هذا الرجل المقنع بالحديث يا رسول الله أسلم ثم أقاتل، أسلم ثم أقاتل ثم أسلم، قال بل أسلم ثم قاتل. فأمرهم الإسلام بمعنى الإسلام العام اللي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فلما أتى بأصل الدين بعد ذلك كلفه عليه الصلاة والسلام بالجهاد. ولذلك الأمور المعلومة من الدين بالضرورة غير أصل الدين، هي الأمور تعريف التمر الأمور المعلومة من الدين بالضرورة هي الأمور العلمية والعملية، الأمور العلمية والعملية التي يعلمها العام والخاص، ليس منها بالضرورة. العلم
علم عام يعرف الكبير والصغير. يسمونه هذا علماء المنطق العلم الضروري. في علم اسمه العلم الضروري. العلم الضروري يعني العلم أشبه بالعلم البدهي، يعني يعلمه جميع الناس سواء كان من العلماء أو من العوام. ذلك يسمون الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. شو مميزاتها؟ قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، وسالمة من المعارض، ويعلمها العام والخاص، العلماء والعوام. هذه يسمونها العلماء الأمور المعلومة من الدين بالضرورة. من الأمثلة عليه مثلا أركان الإسلام، ماشي، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم القتل، حسن الصدقة، الأمانة، هكذا يعتبر إيش من الأمور المعلومة من الدين بالضبط. الآن إذا ذهبت إلى المسلمين إلى عموم الناس تسألهم الصلاة شو، يقول لك واجبة، صح؟ عن الزكاة يقول لك واجبة، قلهم الخمر يقول لك إيش محرم. هاي ما تحتاج لعالم، وإنما الكبير والصغير العالم والجاهل يعرف أن هذه الأمور محرمة. لذلك سموها العلماء الأمور المعلومة من الدين بالضبط، ماشي؟ هيطلق عليه اسم الأصول، هيطلق عليه اسم الأصول غير الأصل. يتميز لما نقول أصل شيء ولما نقول أصول شيء. الأصول كلمة أكبر أشمل، تشمل الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أصل الدين وغيره. أما أصل الدين هي مرتبة أخص، أحسن، أصل الأصول لذلك هو مرتبة أخص من الأصول اللي تتميز أنه هي أصل ثابت عند جميع الرسل. أما الأمور المعلومة من الدين بالضرورة قد تتغير من شريعة إلى شريعة. ولذلك مثلا الصلاة عندنا غير الصلاة عند الأمم السابقة، الزكاة عندنا غير الزكاة. وهذه الأمور المعلومة من الدين بالضرورة تقبل النسخ وقد يتأخر تشريعها. متى شرعت الصلاة؟ في الإسراء تأخرت. متى شرعت الزكاة؟ في الهجرة السنة الثانية. متى شرعت الجهاد؟ السنة الكذا. متى حرم الخمر؟ بعد فترة. إذن يمكن أن يؤخر تشريعها، يمكن أن يؤخر تشريعها، ويختلف تشريعها من شريعة إلى شريعة. الآن مثلا نكاح الأخوات كانوا مباحا في شريعة آدم عليه السلام، ثم بعد ذلك حرم في الشرائع التي بعدها حتى من أجل أصل التناكح، حتى يكون في يعني ذرية ونسل، كان هذا مباح. ذلك مثلا هابيل تزوج أخت قابيل، أختي تزوج وهابيل نفس الكلام، حتى إيش ينتشر النسل البشري. هذا بالنسبة لإيش أصول الدين. ثلاثة، المرتبة الثالثة لدينا إيش الأصول الخاصة. لدينا ما يسمى الأصول الخاصة. الأصول الخاصة ليس منها خاصة. الأصول الخاصة تشمل أمرين. الأصول الخاصة تشمل أمرين. الأمر الأول يا أخوة، المسائل التي أجمع عليها العلماء، أجمع عليها العلماء ولكن لا يعلمها إلا الخواص وهم أهل العلم. لذلك إيش سميناها؟ سميناها أمور خاصة، مسائل أجمع عليها العلماء ولكن لا يعلمها إلا الخواص. الآن مثلا بيع الغرام، مسألة بيع الغرام هذا عليه إجماع، نهى رسول الله عن بيع الغرام. الآن تسأل الناس تقول لهم ما هو بيع الغرام؟ شو يقول لك؟ ما. لكن العلماء يعرفون بيع الغرام وهو مسألة إجماعية. ربا النسيئة مثلا، تجي على واحد يقول ربا النسيئة ما يعرفه، لكن العلماء أجمعوا على أن ربا النسيئة هو إيش؟ هو محرم. إذن هي مسائل خاصة، هي مجمع عليها عند العلماء ولكن لم ترتقي إلى درجة المعلوم من الدين بالضرورة. هلا شو ميزة الأمور المعلومة من الدين بالضرورة؟ هذه أجمع عليها وهذه أجمع، لكن هنا علمها العوام، أما هنا لم يعلمها إلا الخواص. لذلك يسمونها العلماء أصول خاصة. أو اثنين، هاي القسم الأول، ألف ب، المسائل التي تميز بها أهل السنة وخالفوا بها أهل البدع.
الآن مثلا لدينا عندما نحن ندرس العقيدة، ندرس العقيدة مثلا العقيدة الواسطية والعقيدة الطحاوية وغيرها من العقائد الإسلامية، نلاحظ أن أهل السنة والجماعة تميزوا مثلا بإثبات الصفات الخبرية، تميزوا بأن الإيمان قول وعمل، تميزوا عن الخوارج، تميزوا عن المرجئة، تميزوا عن الأشاعرة، تميزوا عن الجهمية، صح؟ لكن هل كفر أهل السنة والجماعة الأشاعرة؟ أو هل كفروا المعتزلة؟ أو هل كفروا الخوارج؟ لم يكفروهم، رغم أنهم يعني خالفوهم وبدعوهم وذكروا ذلك في عقائدهم. إذن هذه المسائل ليست مثل المسائل السابقة، لأن الشبهة هنا تكون فيها إيش؟ قوية. الشبهة في هذه المسائل تكون قوية يا أخوة، لذلك هذه تسمى الأصول الخاصة التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة ولكن لم يجمع عليها المسلمين. الآن مثلا مسألة إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، هذه تميز بها أهل السنة والجماعة عن البدعة. إثبات الفوقية لله وأنه فوق العرش، هذه تميز بها أهل السنة عن غيره من الأشاعرة ومن هذه الفرق. لكن أهل السنة لم يكفروا مخالفهم، لماذا؟ لأن الشبهة هنا تكون إيش؟ شبهة قوية. أما الشبهة هنا تكون شبهة إيش؟ ضعيفة. الآن مسألة وجوب الصلاة مو مثل مسألة النزول الإلهي. لماذا؟ لأن الأدلة هنا، الأدلة هنا كيف تكون الأدلة؟ بالأصول الخاصة. نحن شو قلنا الأدلة بالأصول الدين؟ قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، الإنسان والجماعة. لكن الأصول الخاصة تتميز إما أنها قطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة، وإما أنها ظنية الثبوت ولكنها قطعية الدلالة. إذن هي ليست سالمة من المعارضة. الهون أصول الدين قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، سالمة من المعارضة. أما هنا الأصول الخاصة إما أن تكون واحد قطعية الثبوت لكنها ظنية الدلالة، أو تكون ظنية الثبوت لكنها قطعية الدلالة. إذا دخلت الظنية في أحد الأمرين، إما هنا وإما هنا. ولذلك إيش يسميها العلماء؟ يسموها الأصول الخاصة. أما بالنسبة للفروع، فهذه يا أخوة إحنا نقول أدلتها ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، وهذه يختلف فيها أهل السنة والجماعة، مثل الخلاف الحاصل بين المذاهب الفقهية، الخلاف الذي حاصل بين المذاهب الفقهية المعروفة الأربعة وغيرها، هو خلاف في إيش؟ في الفروع. لماذا؟ لأنه خلاف في أدلة ظنية الثبوت، ظنية الدلالة، سائر مسائل البيوع، سائر مسائل الصلاة، سائر مسائل الزكاة، تفاصيل النصاب، تفاصيل يعني الأشياء التي تتعلق بأحكام البيوع إلى آخره. هنا هذه المسائل إيش؟ مسائل الفروع، ذلك احنا نسميها فروع. إذن الدين يقسم بشكل عام إلى قسمين، أصول وفروع. لكن هذه الأصول أيضا ليست على مرتبة واحدة، هناك لدي أصل الدين كما قلنا لكم، هذا أشبه به أساس البيت، هذا إيش؟ أساس البيت. لا يمكن أن يقوم البيت إلا على هذه الأصول، إلا على هذا الأصل. بعدين في عندي أنا إيش؟ أعمدة، هذه أيضا ضرورية جدا، وإلا لا يمكن أن يكون هناك بيت. ذلك إيش تسمى؟ تسمى الأصول. ولدي أصول خاصة مثل أسميها أنا مثلا فروق أو كذا، ولدي أنا أمور فرعية اللي هي باقي أمور البيت من بعض البلوك أو الإسمنت أو غيره أو غيره. ولذلك الدين يا أخوة له كم مرتبة؟ له أربع مراتب. الآن حتى أفهم أنا إحنا جينا وقلنا إنه كل هذا الكلام اللي إحنا ذكرناه من أجل أن نصل إلى هذه القاعدة، قلنا لا عذر بالجهل في أصل. صح احنا قلنا انه احكام الله سبحانه وتعالى تقتل العذر، ولكن قلنا انه لا عذر بالجهل في اصل الدين. لماذا؟
اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. العلماء يقولون إذا أخل المرء بأصل الدين لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يعتبر كافر، ولا يعذر بجهل في هذا الأصل. قال لماذا؟ يقول ابن القيم رحمه الله قال لأن الإسلام علم، ولا يسمى الجاهل بالشيء متصفا به، الآن أنا مثلا متى أسمي الشخص أنه مسلم؟ عندما يحقق هذا الأصل. متى أسمي أن هذا طبيب؟ عندما يكون لديه شهادة طبية. متى أسمي أن هذا مهندس؟ عندما يكون له شهادة هندسة. أيضا لا أسمي الشخص مسلم إلا إذا حقق هذا الأصل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون هذا الحق. ومن شروط لا إله إلا الله إيش؟ أول شرط العلم. ثم إننا إذا قلنا بأنه يقبل الجهل في أصل الدين فعلينا أن نقبل بإسلام اليهود والنصارى، لأن كثير منهم هم إيش؟ هم جهال، ولكنهم لما خالفوا أصل الدين ولم يأتوا بالشهادتين اعتبروا إيش؟ اعتبروا كفار. ثم إن الكفر ليس مجرد العناد ورد الشريعة كما يقول ابن القيم، وإنما الكافر قد يكون كافر كفر عناد، وقد يكون كافر كفر تولي وإعراض وكفر جهل، كما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إذن لا نقبل الجهل، العذر بالجهل في أصل الدين اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن الإسلام علم والجاهل بهذا العلم لا يكون متصفا به. يعني بغض النظر حتى ولو يقول لك يا أخي جاهل القضية، صح هو جاهل بهذه القضية، لكن أنا إذا إنسان ما عنده شهادة طب أنا لا أستطيع أن أطلق عليه إنه طبيب، وإذا كان جاهل بشهادة الفقه لا أستطيع أن أطلق عليه اسم إيش؟ فقيه. وكذلك إذا لم يكن لديه أصل الإسلام فأنا لا أستطيع أن أسميه أنه مسلم، لأن من شروط دخوله إلى الإسلام أن يكون لديه علم بأصل الدين، لأن العلم هو أحد شروط لا إله إلا الله السبعة المعروفة. أول شرط هو العلم، والله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ثم إن هذا الذي أخل بأصل الدين حقيقة لو قلنا بأنه يقبل الجهل بأصل الدين لقبلنا إسلام اليهود ولقبلنا إسلام النصارى، لأن أغلبهم إنما هم إيش؟ إنما هم جهال، ولأن المشركين نص الله سبحانه وتعالى على أنهم مشركون رغم أنهم لا يعلمون، كما قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فهم لا يعلمون ومع ذلك وصفوا بالشرك. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يكون هنالك الجهل بأصل الدين. لا نستطيع إذا كان إنسان جاهل بأصل الدين أن نقول له لا أنت عالم بأصل الدين. إذا كان جاهل بأصل دين الإسلام لا يجوز لنا أبدا بأي حال أن نطلق عليه اسم المسلم. طب واحد يقول لي طب أنت لقبت كلامك، وقلت لي أن أحكام الله سبحانه وتعالى تقبل العذر وأنه لا يعذب رب العالمين أحد حتى تقوم عليه الحجة. نقول هنا انتبه، إلى هذه القضية. هنا في هذه الحالة إذا كان لدينا جهل بأصل الدين هنا جهل احنا قررنا ان الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، سواء كان جاهل في الاصل احنا نقول يا اخوه الجهل باصل الدين احنا نميز بين امرين، من حيث الاسم والوصف ومن حيث الحكم والعقوبه.
لأنه إحنا شو سمينا المسائل اللي إحنا عم ندرسها؟ الأسماء والأحكام. فإحنا نقول الجهل في أصل الدين ينحيد الاسم أو الوصف، إيش نسميه؟ نسميه كافر. لكن من حيث الحكم والعقوبة هذا نقول أنه إيش؟ ممتحن. نقول بأنه ممتحن. فإحنا لا نخرج على قاعدتنا، لأن الله سبحانه وتعالى إيش قال؟ قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقول الشيخ عبد الرحمن أبا بطين مفتي الديار النجدية في عصره، قال الله ما قال وما كنا مكفرين حتى نبعث رسولا، وإنما قال وما كنا معذبين. فالجهل يا إخوة بأصل الدين لا يرفع وصف هذا الشخص باسم الكفر، وإنما يرفع عنه العقوبة، لأن هذه المسائل هي مسائل الأسماء والأحكام. فهو إذا كان جاهل بأصل الدين فأنا أطلق عليه اسم الكافر. لماذا؟ لأنه هل هو مسلم؟ متى أستطيع أن أقول أنه مسلم؟ عندما يأتي بهذا الأصل. إذا لم يأتي بهذا الأصل فبما أنه ليس بمسلم إذا هو كافر، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الخلق إلا قسمين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إذا لم يكن مؤمنا ولم يكن مسلما إذا هو ما هو؟ إذا هو كافر، لأن الناس قسمين. لأن الناس قسمين، مسلم وكافر. إذا هل هذا يناقض قاعدتي التي قلتها بأن أحكام الله تقبل عنه؟ لا تناقض، لأن لدينا الحكم والعقوبة. حتى وإن أطلقت عليه اسم كافر في الأحكام الدنيوية وعندما أتعامل به في الدنيا، فإنه في الآخرة أمره إيش؟ أمره ممتحن. إذا كان جهله جهلا معجزا، راح طبعا نرجع إليها للشرط الثاني، ولكن إحنا بشكل عام نقول إذا كان جهله جهل معجز فإنه يكون إيش؟ يكون ممتحن. ولذلك يا إخوة نرجع إلى أهل الفترة المحضة. إذا كان لدينا مجنون كافر أو صبي أبويه كافرين، أنا في الأحكام الدنيوية ماذا أطلق عليه؟ أطلق عليه أنه كافر. أما في الآخرة فأقول أنه أيضا أهل الفترة. العلماء أجمعوا على أنهم في الدنيا يعاملون معاملة الكافر ويطلق عليه اسم الكافر، ولكن في الحكم الأخرى وفي العقوبة قالوا بأنهم إيش؟ بأنهم ممتحنون. لذلك الضابط الأول في لا عذر بالجهل في أصل الدين. لماذا؟ لأن أصل الدين علم، والإسلام هو علم، ومن شروط لا إله إلا الله هو العلم، إلا من شهد الحق وهم يعلمون. ولا يمكن أن يسمي الشخص مسلما حتى يكون له قدر من العلم، وإذا لم يكن لديه هذا القدر من العلم فإن الجاهل بالشيء لا يكون متصفا به، والجاهل بأصل الإسلام لا يكون متصفا بالإسلام. ولو قبلت الجهل بأصل الإسلام لقبلت بأن اليهود والنصارى والمشركين والوثنيين أسميهم مسلمين، لأنهم كثير منهم هم جهال بأصل الدين. والله سبحانه وتعالى وصف المشركين بالمشركين مع أنهم جاهلين. لماذا؟ لأنهم أخلوا بهذا الأصل، أصل الدين. ثم إنني حقيقة هذا لا يناقض الكلام الذي أنا قلته إن الأقدار أحكام الله تقبل العذر، لأن الله سبحانه وتعالى عندما نفى عنهم العذاب، نفى عن الجهال العذاب، ولم ينفي عنهم الوصف، لأن الناس في هذه الدنيا أحد قسمين، إما أن يكونوا مسلمين وإما أن يكونوا كفار. متى يكونوا مسلمين؟ عندما يأتوا بأصل الدين. إذا لم يأتوا بهذا الأصل فلا أستطيع أن أطلق عليهم اسم مسلمين. إذا هم إيش؟ هم يصبحون كفار، لأنه من ليس مسلم فهو كافر. يقول ابن القيم والكافر قد يكون كافر كفر عناد، وقد يكون كافر كفر جهل، إما أن يكون من جهة العناد وإما أن يكون من جهة الجهل. ماشي. أما هاي بالنسبة يا أخوة للمسألة الأولى، إنه لا جهل لا عذر بالجهل في أصل الدين. طبعا فكرة بها تفصيل أكثر، لكن إحنا يمكن فهمها أكثر لما ننتقل للفكرة اللي بعدها، مهمة جدا، اللي هي بعدين نرجع عن الفكرة الأولى والتفصيلات. لكن أنا الآن الذي أريده منك أن تفهم معنى أصل الدين، أن تفهم ما معنى إنه لا عذر بالجهل في أصل الدين. هذا بالنسبة للضابط الأول.
أما الضابط الثاني حيث الإجمال الآن نأخذها هيك بعدين بعد ما تكتمل أصلا مع بعض المفيد بيناتهم تداخل يوجد بينهم تداخل فما نقدر نعزل هذا الآن ولا نكتفي بهذا القدر هنا ونكمل هنا ثم بعد ذلك ندمج الأمور مع بعض لا عذر إلا بالجهل المعجز إحنا قلنا العذر بالجهل المعجز ما يصير تقول العذر بالجهل وتسكت ما يصير تقول العذر بالجهل وتسكت لابد أن تقول العذر بالجهل المعجز وسمي الجهل المعجز انتبه لهذا الكلام وهذا الكلام دقيق جدا لك أن تكتبه وتحفظه المقصود بالجهل المعجز الذي يعجز صاحبه عن التعلم الجهل المعجز هو الجهل الذي يعجز صاحبه عن التعلم وعن طلب العلم إما ليش يعجز عن طلب العلم إما لعدم انتشار العلم في المحيط وإما لوجود مانع في الشخص نفسه يمنعه من طلب العلم متى نقول أنه جهل معجز؟ يعجز ليس منه معجز لأن صاحبه يعجز لا يقدر على التعلم لماذا؟ ليش ما يقدر على التعلم؟ إما لأن العلم غير منتشر بالمحيط وإما لوجود مانع معتبر في الشخص يمنعه من التعلم ولذلك العلماء يقسمون الجاهل إلى قسمين هناك جاهل مقصر وهناك جاهل قاصر جاهل قاصر وجاهل مقصر الجاهل المقصر مقصر في طلب العلم العلم منتشر في المحيط لديه القدرة وقد لا يتعلم وهناك جاهل قاصر أي عاجز عجز عن التعلم لماذا؟ لإما لعدم انتشار العلم في المسألة في المحيط وإما لعدم الشخص لعدم قدرته على التعلم لوجود مانع فيه رغم أنه قد يكون العلم بالمسألة منتشر في المحيط ولذلك هذول المضابطين الأساسيين لذلك يقول العلماء ليش يقول العلماء يا أخوة أنه حديث عهد بإسلام يعذر بالجهل ولماذا يقول في البادية صح؟ ما تقرأ هذا الكلام أحيانا؟ الإنسان الذي في البادية انطبق عليه الأصل الأول اللي هو إيش؟ عدم انتشار العلم في المحيط وين قاعد؟ في البادية أو في دار الحرب والثاني حديث عهد بالإسلام هذا لعدم قدرته على التعلم لأنه أين دخل الإسلام؟ دخل الإسلام البادية إذا لم يعطى الوقت الكافي ليس لديه الوقت الكافي لتعلم هذا العلم ولذلك إحنا نصر أن نقول لا عذر إلا بالجهل المعجز الذي يعجز صاحبه عن التعلم لماذا يعجز صاحبه عن التعلم؟ إما لعدم انتشار العلم مثال دار الحرب مثال البادية أهل الفترة صح؟ مظبوط؟ هو العلم منتشر ولا مو منتشر؟ مو منتشر إذا كان العلم مو منتشر ولا يتعلم أو لوجود مانع في الشخص العلم منتشر ولكن يوجد لديه مانع مثل حديث عهد الإسلام إنسان أسير مسجون مثلا امرأة كبيرة مريضة هذه مثلا العلم منتشر في المحيط ولكن هي عاجزة لوجود مانع فيها منعها من طلب العلم هذول إما هذا وإما هذا لماذا يعجز عن التعلم إما لعدم انتشار العلم في المحيط أو لوجود مانع في الشخص ولذلك يميز يا أخوة بين الجاهل مقصر وجاهل قاصر المقصر العلم منتشر ليس لديه مانع القاصر إما أن العلم غير منتشر وإما أنه إيش يوجد لديه مانع طب واحد يقول لماذا يا أخو لماذا قلنا لا عذر إلا بالجهل ليش ما قلنا بالجهل المطلق لماذا قلنا أنه لا عذر إلا بالجهل لا غير اليهود المسلمين هاي بالأولى اللي هي أصلها في عندي أنا
لماذا قلنا يا أخوة إنه لا عذر إلا من جهل المعجز؟ الجهل المعجز. هناك عدة أسباب. واحد العوامل التي دعتني إلى أن أقول إنه لا عذر إلا من جهل المعجز. إذا لو كان الجهل عذرا بالإطلاق لاستوى العلم والجهل، صح؟ لاستوى العلم والجهل، بل أصبح العلم أسوأ من الجهل، والجهل أفضل من العلم، صح؟ لأنه يصير الواحد يقول لك يا أخي إيش؟ أنا ماني دريان وأنا ماني عرفان وأريح، معناته بس يتعلم الإنسان شو بيصير فيه يتبهدل. أما الجاهل فهو إيش؟ مبسوط في الدنيا وبالآخرة، في الدنيا مطمبر وبالآخرة بالجنة على هذا الكلام. إذن إذا جينا وقلنا أن الجهل في الإطلاق كان واحد، كان صار العلم أسوأ من الجهل، كان صار الجهل أفضل من العلم، ولاستوى العالم والجاهل، وأصبح الجاهل خير من العالم، لأن الجاهل غير مكلف والعالم صار إيش؟ صار مكلف. واليوم الناس حقيقة كل ما كله على شغلة، كله على مسألة، كله إحنا جوهات، إحنا عوام، يظن أن هذه العبارة تنجيني من المسؤولية. ولذلك يا إخوة العلماء ماذا يميزون؟ هناك رسالة للشيخ المقدسي، رسالة عظيمة جدا، يقول الفرق المبين بين الجهل المعجز والإعراض عن الدين. اثنين، لو كان الجهل عذرا لأصبح الرسل هم سبب شقاء البشرية وليس سبب سعادة، صح؟ لأن الرسل ماذا جاءوا؟ جاءوا بالتكاليف من عند الله. فلو كان الجهل عذر بالإطلاق لكان الرسل شو سبب إيش؟ سبب الشقاء، لأنه الرسل عم يجيبونا بالتكاليف بالأول، بس نسمع بها الدعوة شو بيصير فينا؟ نشقى عندما نخالف هذه القضية. ثلاثة، من المعلوم من الدين بالضرورة أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، صح؟ ألم يأتي في الحديث الصحيح أن طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ ما المقصود بطلب العلم هنا؟ طلب العلم الضروري، فهو فريضة على كل مسلم. وإذا قلنا أنه عذر هذا ناقض كونه إيش؟ كونه فريضة. أربعة، إن الجهل غير المعجز هو في حقيقته الإعراض عن الدين، صح؟ هل المعرض عن الدين شو حقيقته؟ حقيقته جاهل، هو إعراض عن الدين، والإعراض عن الدين هو أحد نواقض الإسلام المعروف، كما قال سبحانه وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ولذلك الله سبحانه وتعالى عاد على الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. تجد أن هؤلاء الناس الذين يجهلون كثير من الأمور الضرورية في دينهم تجد أنهم إيش؟ لديهم إجازات ولديهم شهادات ولديهم أمور، أما في أمور الدين فتجدهم أنهم إيش؟ واحدهم أضل من حمار أهله، ويظن أنه بجهله يكون معذورا عند الله. لا، دائما يحفظ علينا أن نبين للناس أن الجهل الذي يعذر صاحبه ليس أي جهل، وإنما هو الجهل المعجز. هنا الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الإنسان عاجز، هذا الإنسان قاصر عن طلب العلم. لماذا؟ إما لأن العلم غير منتشر، وإما لأنه معذور في شخصه، لديه مال معتبر، وهو لديه شوق، لديه شوق إلى طلب العلم، لديه تلهف إلى معرفة الحق، ولكنه إيش؟ غير قادر. هنا في هذه الحالة يكون إيش؟ يكون معذور عند الله. ولذلك قلنا الفترة العادية التي تغيب فيها التفاصيل صاحبها إيش؟ معذور وناجح. من أمثال إيش؟ أمثال الفترة. لماذا؟ لأن جهلهم كان إيش؟ العلم ما كان منتشر، ما كان منتشر. زيد بن عمرو بن نبيل فتن الدنيا كلها، فتن بلاد الشام والعراق، يدور يا جماعة
الجهل المعجز الذي يعجز صاحبه عن التعلم. أما الجهل بالإطلاق لا، إذا كان الجهل غير معجز، الجهل غير المعجز حقيقته هو إيش؟ الإعراض عن الدين، لأن على الناس أن تطلب علم الدين، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولو كان الجاهل حقيقة معذور بالإطلاق أصبح العلم ذما. وفعلا مثل ما قال الشاعر العربي: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. ماشي؟ طبعا هذا ينعم في الظاهر، هذا ينعم في الظاهر، لكنه في حقيقة الأمر وعند الله سبحانه وتعالى يعذب على هذا الإعراض عن الدين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن أكثر أهل النار، تبع شوف الحديث الدقيق، أكثر أهل النار الضعيف الذي لا زبر له، أي لا رأي له. حديث صحيح، الضعيف الذي لا زبر له. شوف أكثر أهل الجنة الضعفاء، وأكثر أهل النار أيضا الضعفاء. يا أخي أنا مغلوب على أمري، أنا ما أعرف، أنا كذا أنا كذا، يبقى في هذه الدنيا، يعيش في الدنيا دليلا وفي الآخرة حقيرا دليلا. لماذا؟ لأنه أعرض عن الدين. أما ضريبة العلم الشرعي حقيقة قد تكون ضريبة في الدنيا، ولكن أمام نعيم الآخرة لا شيء، أمام نعيم الآخرة لا شيء. ولذلك الإنسان المعذب في سبيل الله في الدنيا عندما يغمس في الآخرة في النعيم غمسة واحدة في الجنة تنسيه إيش؟ تنسيه جميع الشقاء الذي كان يعيشه في الدنيا. وعلى العكس هؤلاء الجهال وغيرهم المعرضين عن شريعة الله سبحانه وتعالى، كل الدلال اللي كانوا مدللين في الدنيا غمسة واحدة في النار جهنم والعياذ بالله ينسى أول مرة. يقول لك يا وين لم نرى شيئا. ولذلك عندنا إحنا ضابطين رئيسيين للجهل. الضابط الأول لا عذر للجهل في أصل الدين، والضابط الثاني لا عذر إلا بالجهل المعجز الذي يعجز صاحبه عن التعلم. ماشي؟ المسألة التي سندرسها إن شاء الله معكم في المرة القادمة هي أثر الجهل على مراتب الدين العظيم، حتى نفصل في كل مسألة من هذه المسائل من الأصل ومن الأصول ومن الأصول الخاصة ومن الفروع. طبعا أنا أرجو عليكم الأسئلة لأن الفكرة